لقائنا اليوم على التحضيرات التي قمنا بها بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية للحج. لا شك أن موسم الحج هذا العام يترافق مع قلق كبير من انتشار أمراض سارية، وخصوصا الأمراض التي شهدناها مؤخرا من فيروس كورونا، أي فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومؤخرا فيروس إيبولا. الإجراءات الإضافية الخاصة بموسم الحج هذا العام، بداية كما تعلمون لم تمنح فيزا الدخول إلى الأراضي السعودية إلى البلدان التي انتشر فيها فيروس إيبولا بشكل كبير، أي أن الحجاج من ليبيريا وسيراليون وغينيا لن يتمكنوا من أداء مراسم الحج هذا العام خوفا من أن يجلبوا معهم هذا الفيروس. استحداث غرف عزل داخل المطارات وداخل الموانئ بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، حيث إن كان هناك حالة مشتبه بها كورونا أو إيبولا سوف يتم عزل هذه الحالة في غرف مخصصة وأخذ العينات بشكل صحيح والتأكد من أن هذا الشخص لا ينقل الفيروس إلى الأشخاص الآخرين.